ما حكم من لم يكمل مناسك الحج بعد الطواف، طواف القدوم، وهو لم يبلغ الحلم، هل عليه شيء؟ ما حكم ايش؟ من لم يكمل مناسك الحج بعد طواف القدوم ولم يبلغ الحلم، هو أحرم بالحج؟ نعم. أي نعم، يلزمه الإكمال، يلزمه إكمال مناسك الحج، لأن من أحرم بالحج ولو كان نافلة، الصغير حجه نافلة، لكن من أحرم بالحج ولو كان نافلة يلزمه إتمامه، قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، فعليه أنه يكمل المناسك التي تركها. إذا كان ما بقي عليه إلا طواف الإفاضة أو الرمي أو المبيت في أيام منى، يكملها بالطواف، لا بد يأتي به، يطوف ويسعى ولو تأخر الوقت. وأما الرمي والمبيت يفدي عنها. أما إذا كان ما وقف في عرفة، إذا كان ما وقف في عرفة، ترك الحج قبل أن يقف بعرفة، فهذا عليه أنه يتحلل بعمرة، تحلل بعمرة، وعليه أنه يحج قضاء، يحج قضاء عن الحج الذي رفضه. إذا جاء وقت الحج الآن يتحلل بعمرة، طواف سعي وتقصير، ويعيد عليه ملابس الإحرام ويأتي بعمرة، ثم إذا جاء الحج يحرم بحج قضاء للعمرة، قضاء للحج الذي تركه. نعم. وعليه فدية، عليه فدية. نعم.